وصفة حاملة yes. حاملة بالعربيات، الحاملة بنكهة الطيبين، الحاملة اللي بحبوها أهالينا كتير، الحاملة اللي هي دائما متصدرة الطاولة لما بيجوا المغتربين. اللي عندها حدا مغترب ما رح يلحق موسم الحاملة، كمان شوي بتصفر، جيبيها اغسليها وين؟ على الفريزر. لما بيجي ويجي على باله بتطوليها من الفريزر، اسميها حصص. لما بتطولها الست من الفريزر خليها تدوب، بعدين بتشتغل فيها، لا تحطيها فروزن بالفرن. المقادير على الشاشه لنشوف هالخلطه العجيبه. فكره رهيبه بصراحه. خلينا ناخذ المقادير مع بعض على الشاشه. رح يكون طبعا هي حامله محمصه بالليمون والفلفل، حامله مي، ملح، عصير ليمون وفلفل اسود. اليوم بطل الحلقه عصير الليمون. انت على قلبك الليمون اليوم. لا بحب فيتامين سي، اول شيء مهم للبشره، مهم لرفع المناعه، فداري بالك علينا. شوفي كيف هي بطيخات، يعني عيشوا حياتكم سعيده. يلا. بالنسبه للحامله، الحامله فيها اتربه كثير، بيكون فيها كثير اتربه، فبدكم تغسلوها كثير منيح، خصوصا للي زيي ما بيفتحها وبياكل الحمص، بحطها كلها بتمه زي البزر. طبعا. فإحنا عشان نحمي حالنا يفضل بأنك تغسليها من الأتربة. رح نحط المقلاية على الغاز. ومعاكي يا قمر. على هاي عادات وتقاليد على فكرة، مش إشي غريب اللي بتقولي إنه الواحد بحط الحملة بتمه وبيأشرها. يعني أنا بمشي حالي، بضبط حالي. عادات وتقاليد لو سمحتي. أنا ما بحب هذا المتعارف عليه أصلا. ما بستمتع، هي الترمس الفول الحم ما إشي كمان إحنا كنا بنجيبه من قرب الدجلاتين، ما بعرف إذا بتعرفيه. هو هيك صغير والحبوب اللي جواه زي كأنها بازيلا. يا يعني أهل القربد بعثوا لي حصة أشوف شو هو. والله بتعرفي إنه لازم أخلي حد يجيب لك من قربد. يا ألاء عربي الفزاع بتصبح علينا، بتقول أحلى شيف وأحلى مذيع، يسعد صباحك. وهي أقوى متابعة من دير بتصبح على أحلى وأقوى متابعة من دير على الغالي أم نشأت الصوالح، وأكيد إحنا كمان بنصبح عليها. عمران عودة بيقول أجمل جروب على شاشة التلفزيون الأردني، شكرا يا عمران. وليد مرة ثانية، وليد النمري بيقول كل الحب والاحترام والتقدير لأحلى شيف وأحلى لانا. مين كمان معانا؟ سهى سوس بتقول بتزبط يا شيف ملعقة البوزة لعمل الكرات. طبعا 100%، بس بتطلع الكرة كبيرة شوي. يعني هيك فغم بتصير. عواطف بتقول المنظر بصحي. والله هلا بدنا ندوق كمان. خديجة الأشقر بتقول جبنة وبطيخ ماشي، بس بلاش الدريسنج. جربي هاي احنا فيها، جربي لقمة، جيبي لك هات الشرحة واقسميها، قطعي عليها وحطي، وبعدها بتحكمي. هلا هون احنا رح نحمص. شو غسلناها كثير منيح من الأتربة، المي كانت كثير غير شكل. وجه تحية للكرمل، لا تزويدنا بالخضار والفواكه، وأكيد من عندهم بلش هلأ أصلاً موسمها بالسوق تصفر، فأنت إلحقي اللي عندها حدا مغترب جاي على الطريق عشان تدللي بصحن حاملة، فرزوها. نغسلها بعد من نشفها بعدين منفرزها. بصير عادي هيك بصير. أو هيك رح أحط الملح. هلأ إحنا يفضل بأنه يكون في محلول ملحي، يعني مي ندوب فيها الملح والفلفل الأسود وعصير الليمون. بس هيك قرشة الملح على رشة الفلفل الأسود من الكسيح، تمام، لما بتكون مبينة كتير أحلى. كيفة والله يا شيف على بالأكل. الأكل متعة، استمتعوا كله. بيت التفاصيل الصغيرة هاي مهمة. أكيد رح أروح أجيب عصير الليمون. هلا فيها تحطوا، هلا احنا عشان على الهواء بدي الحق اعطيهم الخطوات. اذا بدهم يحمصوها لحالها بعدين يحطوا هاي الامور بصير، او انه يحطوها من اول الطريق كرمال الحمص اللي جوا ياخذ النكهه. طبعا احنا بس تتحمص مع عصير الليمون والملح والفلفل، رح نحط شوي من المي عشان يستوي الحمص اللي جوا. هلا بمقلايه صغيره بالوك، يا سلام لما بتعمليها على الفحم ولا على الحطب ولا بالفرن كله بزبط. انا عن نفسي بحبها بالفرن للامانه، بحبهاش على المقلايه، بس اذا كانت الوجبه صغيره خلص بعملها بالمقلايه، تمام. وبس راح نضل نحمص فيها، خلينا نقدم احنا طبقنا بالشكل. موسم الرحلات يا جماعه النهائي، وعشان شوي يعني مع يعني انا لو يطلع بايدي اجيب لك عربايه على الاستديو بقولش لا. الله تكون عارفه يعني راح اقدم لك اياها بشو، زي ما ببيعوها على العربيات بالكيس البني وكمان بالكاسات. هلا بالبوليفر جربوا روحوا ذوقوها وشوفوا قديش حق الكاسة. شفتوا الديكور؟ شفتوا؟ صح
طلعي انه حلو والله، خصوصا الواحد لما يكون هيك عنده اولاد ويفتح لهم انا بحب البركه وبحب حبهم بالاكل بالاشياء الموسميه. ابدعتي يا شفالة. انا بحب البركه وبحب البساطه وبحب حدا يعزمني على كاسه حامله بالشارع على الرصيف بستمتع. بحبش الاماكن اللاكجري والخمس نجوم، ولو بيكون عندنا شغل ببعض الاوتيلات واجتماعات واشياء خلص تلاقيني قاعد على اعصابي بدي اروح، ما بحب. لا حلو كثير انه الانسان يضل قريب من اهل البلد، قريب من اهل من الشارع الاردني، من الناس الطيبه، من الناس الاصيله طبعاً. مو غلط طبعا اكيد. حلو التنويه، حلو التنويه. علم اولادنا كمان لا تنسوا هالقصه هاي. حط لكم شرحه ليمون عشان ايش تدعوا لي. طبعا زاكي تكون حامضه، وزاكي يكون الفلفل الاسود مبين، وزاكي يكون عليها ملح. بوجهكم على الكرمل وجيبوا كمان ايش، جيبوا كمان هيك شويه حامله وادعوا لي. راح اخذها على ديسبلاي وبعدين نشوف شكلها بالشكل النهائي. يلا معي، يلا يا عمر. شوفوا لا قد ما نبيع الكاسه والله. انا وياك لازم نطلع هيك رحله باب المؤسسه. هذا بس للمنظر شباب، اذا متحمسين كثير ما في 10 قروش على الدايره. والله اللي بيصور لي شيء حلو بعطيه كاسه. ايوه. يلا هيك، هاي الكاسات الموجودين بالاسواق هم ديسبوزابل. فيك انت هيك تحطوا تبسة الصغار. برجع بقول للي جايهم مغتربين هيك بتعبي لهم كلهم بالقرطوس مثلا، بالكيس البني الكرتون. شوفي قديش حلو حتى طعمه والله بالكيس ده. انا بحب هاي الافكار بصراحه اللي بتعمليها. شيء كثير بجنن. يلا يعني يعطيك العافيه شفالة. حبيبي يعطيكم العافيه كل كادر يوم جديد خلف الكواليس. يعطيهم العافيه اكيد زملائنا في الميدان اللي رافقونا منذ الصباح. شكرا لكل الناس اللي دائما بتشجعنا بتتابعنا، بنسمع صوتها بتكحل هذا البرنامج حتى بمشاركاتها عبر لايف الفيسبوك. وصلنا الى الختام كالعاده، بحب اختم معكم برساله ختاميه. كثير ضروري يكون الايمان جوانا كبير وبينافس الخوف. دمتم سالمين، اراكم في حلقات قادمه. تحيه من القلب، في امان الله. كل الحب لرعاة مطبخ يوم جديد، أرز قطاف والكرمل والكسيح والشركة الإقليمية التجارية، وحبايبنا شركة معداد لتزويدنا بمطبخ سرح مرح غير شكل. الله يعطيكم ألف عافية، وإن شاء الله صباحكم حلو بحلاوة هالأطباق بحلاوة ألوانها. حتى الكرمل كل يوم كمان مشخص بالفواكه الموسمية، فواكه الصيف. بالنسبة لهالوصفة للحملة كتير زاكية وأطيب وأطيب لما بتكون بالكيس البني تبع أيام زمان. ديروا بالكم على حالكم، بدي أستودعكم الله، وإن شاء الله أيامكم اللي جاي أحلى وأحلى. أشوفكم غداً.